طيب الله يعطيكم العافية. احنا اليوم بدنا نغطي البلانينج سيستم ديفلوبمنت، بلانينج سيستم ديفلوبمنت اللي هي عملية تطوير الأنظمة او عملية وضع خطة لتطوير الأنظمة. This section discusses the planning performed throughout the SDLC. هذا الجزء او هاي الجزئية بتناقشك حول كيف تقوم ب عملية التخطيط للـ SDLC. وشو الـ SDLC شباب؟ حكينا احنا الـ SDLC اللي هو System Development Life Cycle، اللي هي الخطوات هاي اللي امامك من عند System Analysis لعند Operation and Maintenance داخل الدائرة. فانت عشان تقدر تعمل هذا الاشي بدك تحط، لانه هاي العملية طويلة ومعقدة، انت بحاجة انك انت تضع فيها خطة بلان من اجل الايش؟ من اجل التطبيق. فهاي الجزئية من التشابتر بتناقشك أنا كيف بدي أعمل البلانينج. الآن بعطيك الكتاب مثال حلو بحكي لك Imagine that you built a two bedroom houses. يعني تخيل أنك أنت جيت وبنيت بيت من غرفتين، وخلال السنوات over the years you added two bedrooms، رجعت عدا عن ال two bedrooms اللي عندك ضفت عليهم كمان غرفتين للبيت، وضفت باثروم وفاميلي روم وغرفة معيشة وريكرييشن روم يعني غرفة للألعاب، والدك اللي هو زي البيجي قدام البيت خشب هيك، إذا بتشوفوا الأفلام الأجنبية بحطوا زي البرندة بتكون هيك من خشب قدام البيت. وعملت تو جراج وكراجين للسيارة، وآند يو إكسباندد ذا كيتشن، ورحت وسعت المطبخ. Without a long range plan، إذا ما كنت أنت مخطط لهاي التوسعة من البداية راح يكون شكل البيت النهائي سيء، وراح يكلفك كثير، لانه انت بدك تعمل حساب شغلات ما كنت عامل حسابها، بدك تحيط من هون، بدك تزيد قطعة من هون، فراح يغلبك هذا الحكي على لما تيجي بدك توسع. This scenario، ونفس العملية تنطبق على الـ AIS، على نظم المعلومات المحاسبية. زي ما انت لما كأنك بدك تيجي تعمر بيت، اذا ما كنت مخطط من البداية كيف التوسعة تبعيته بدها تسير، هذا الاشي راح يعمل لك مشاكل وتكاليف زيادة لقدام. The result is a costly and poorly integrated system، راح يكون النتيجة هي عملية مكلفة ومربوطة بشكل سيء داخل النظام. That is difficult to operate and maintain، وراح يكون تشغيل هذا النظام صعب، وانك تقوم بانك تحافظ عليه راح يكون صعب. ليش؟ لأنه أنت ما خططت له من البداية، صرت تربط كل إشي ببعض بطريقة عشوائية، أو بدك تربط بين كل سيستم وسيستم، ولا أنت حاط بيناتهم إنترفيس وبين كل، وتخيل السيستم تبعك يكون في عندك 10 أبليكيشنز بدك تربطهم كلياتهم ببعض بدون ما تكون مخطط، وكل واحد بده إنترفيس بين الثاني. أنت بتدخل بمعمعة السيستم أكثر بكثير ما أنك تدخل بموضوع أنك بدك تعمل ببساطة برنامج قادر على جمع البيانات. Planning has a distinct advantage. التخطيط له ميزة واضحة. It enables the system's goals and objective to correspond to organization overall strategic planning. التخطيط بيسمح لك بأنه أهداف والأساسيات اللي وضع عليها السيستم تكون متجاوبة ويعني وماشية على نفس الليفل تبع الأهداف تبعت المؤسسة الأساسية اللي وضعت عليها الخطة الاستراتيجية. فبالتالي أنت لما تيجي تخطط لسيستم بدك تحط موضوع الخطة الاستراتيجية للأورجانيزيشن بشكل عام جنب خطة تطوير السيستم أساس يمشوا مع بعض. System are more efficient, subsystems are coordinated, and there is a sound basis for selecting new application for development. لما تكون انت مخطط للموضوع وموصل اهداف السيستم مع الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة، راح يكون البرنامج اللي عندك او المخرج راح يكون more efficient، والسب سيستمز او السيستمات الجانبية اللي موجودة ضمن السيستم الكبير راح تكون كلياتها متشابكة ومتواصلة مع بعض بطريقة صحيحة، وراح يكون في عندك اساس واضح للاختيار. The company remains abreast of the ever presenting change in information system، وراح تظل الشركة على اطلاع في اي تغييرات راح تصير على السيستم، وراح تكون ماشية على نفس بالتوازي مع اي عملية تطوير. اما بالنسبة للدبليكيشن، الدبليكيشن اللي هو الايش؟ انه يضرب معك القيد مرتين، او يعني اي اجراء يعني يصير يتكرر مرتين. wasted effort، المجهود الضائع.
cost and time overruns and are avoided. ورح برضو لما انت تمشي بهذا الموضوع انه تكون انت اهداف السيستم متوافقه مع او يعني لما انت جيت تحط خطه تطوير السيستم خليتها متوافقه مع الخطه الاستراتيجيه تبعت الشركه، هذا الاشي راح يؤدي الى تفادي الدبليكيشن، تفادي ضياع المجهود، وتفادي انه الكوست تطلع عن ما انت كنت مخطط عليه، والوقت برضو ما يكون زائد عن ما انت مخطط له. The system is less costly، راح يكون السيستم تبعك تكلفته اقل وراح يكون اسهل المحافظه عليه. واخر اشي management is prepared for resource needs and employees are prepared for the change that will occur. وراح تكون المؤسسة نفسها مجهزة جميع المصادر اللي هي بحاجة إلها نتيجة عملية التخطيط، زائد الموظفين راح يكونوا مهيئين نفسيا لأي تغيير قادم. When development is poorly planned، إذا كان التخطيط سيء يجب إنه الشركة أو يعني company must often return to prior phase and correct error and design flow as shown in 22. هلا شو اللي بيصير قاعد معي؟ إذا في عملية التخطيط وهنحكينا بالـ SDLC، إذا أنت ماشي هون إذا أخطأت بالconceptual design بدك عشان تصلح هذا الخطأ بدك تعدل بالسيستم ديزاين بالبداية. يعني الخطأ إذا كان موجود بالconceptual design هو الأغلب السورس تبعه السيستم ديزاين. إذا كان عندك الخطأ بالphysical design السورس تبعه الconceptual design. إذا كان في عندك بالimplementation خطأ وبالconvergent بده يكون بالphysical design على الأغلب الخطأ. فبالـ SDLC انت لما توقع في ورطة بدك ترجع خطوة لورا، والخطوة اللي لورا مش موضوع بسيط ابدا، رح يحطك في ورطة كبيرة جدا. فبالتالي هذا الاشي رح يعمل frustration. شو يعني frustration؟ frustration يعني رح يعمل يأس، او يعني يأس واحباط and low morale، ورح يعمل برضو ايش يعني رح تصير ثقتك اقل بالسيستم. والان عشان نيجي عملية التخطيط عندك نوعين من الخطط اللي بدها تمشي. واحدة اسمها Project Development Plan اللي هي تخطيط للمشاريع، والماستر بلان الخطة الماستر أو الخطة الرئيسية. نيجي على أول واحدة Project Development Plan. شو هي؟ Prepared by Project Team. لاحظ Project Team، مين Project Team؟ إذا بترجع للPlayers هياتهم Project Team. Prepared by the Project Team contains cost benefit analysis، فيها تحليل للمنفعة والتكلفة اللي هي ايش فيها اللي هي البروجكت ديفلوبمنت بلان. ولاحظ برضو اذا بترجع للبلايرز احنا حكينا برضو انه جماعة البروجكت ديفلوبمنت بلان بتأكدوا من تايم اند كوست افكتيف كومبليشن، فبتلاقي الموضوع مربوط ضمن مهامهم اصلا. فهذول لازم يحطوا الخطة هاي، ومن ضمن الخطة يشوفوا اذا انه الكوست بنفيت اناليسيس. ديفلوبمنتال اند اوبريشنال ريكويرمنتس، برضو بدهم يشوفوا احتياجات التطوير واحتياجات التشغيل من ناحية الناس اللي موجودين، يعني الستاف عندك مهيئ أم غير مهيئ، الهاردوير السوفتوير والجوانب المالية. and a schedule of activity required to develop and operate the new application، وبدك تعمل جدول للنشاطات اللي بدك تقوم بتطويرها وتشغيلها، وتكون هاي لما يقول لك schedule معناته أنا داخل إطار زمني بدي أشتغل، فبده يحط خطة تطوير إطار زمني. وهون رح نيجي على إجراءات زي البيرت والجانت شارت، كيف ترسموهم وكيف تعملوهم عشان تقوم وتكونوا قادرين على عملية التطوير. رقم اثنين اللي هي الماستر بلان، A long range master plan. long range شو يعني long range؟ طويلة المدى. البروجكت بلان بدك تعتبرها مش طويلة المدى، هي جزئية داخل الماستر بلان. prepared by information system steering committee، مين بعد الماستر بلان أكبر وحدة؟ اللي هو الستيرنج كوميتي. صرنا عارفين مين الستيرنج كوميتي يعني. specifies that أو specifies what the system will consist، بيحدد لك شو راح يكون في داخل هذا السيستم. how it will be developed، كيف راح تكون عملية تطوير السيستم بالكامل. who will develop it، من هم الأطراف الذين سيقومون بتطويره. how needed resource will be acquired، كيف بدنا نجمع المصادر من أجل تطوير هذا النظام. and where the AIS is headed، وأين هي اتجاهات الـ AIS تاهبة، يعني أنا وين طريقي راح تكون في عملية التطوير. It describes the status of projects in process، بتقوم بوصف حالة البروجكت أثناء التطوير. Prioritize planned project، بتقوم بوضع الأولويات على البروجكتات اللي عم نشتغل فيها. شو يعني planned project؟ اللي هي فمعناته هاي تحتوي على أجزاء عديدة أكثر من بروجكت.
وهذا الحكي حكيت لكم اياه من قبل. والماستر بلان بتكون محددة اي بروجكت اهم من البروجكت اللي هو قبليها، اساس نمشي بالمشروع بطريقة متوازي ويظل التطوير قريب بعضه. فبدك تحدد الاولويات، لانه مرات في مهمة اذا ما انجزت بتخرب كل اشي وراها. فهاي المهمة اذا انت فشكت عنها وبلشت بدك تستعجل بمهام ثانية ولقيت حالك متأخر فيها، رح يؤدي لتأخير المشروع في الكامل. فعشان هيك انت بحاجة لوضع الاولويات، وهذا الاشي رح ناخذه بالبيرت شارت لما تشوفه معي قدام. Describes the criteria used for prioritizing، وانت على اي اساس حددت انه هاي لها الاولوية، هذا البروجكت له اولوية. And provide development timetable، وبرضه بتعطيك خطة زمنية لعملية تطوير المشروع. Projects with highest priority are developed first، طبعا بدي ابدأ انا بحسب الاولويات. 3 year planning horizon is common، بالعادة الماستر بلان بتكون 3 سنوات. With a plan updated quarterly or monthly، ويتم التطوير على هاي الماستر بلان كل ربع سنة أو كل شهر حسب الحاجة. أو في عندك رسمة لتيبل بتفرجيك كيف عملية البلانينج. As explained, inadequate planning was one reason for، هون بيكمل لك الكيس بيقول لك إنه كيف عدم القدرة على التخطيط أدى لمشاكل في إحدى الشركات. أنا لهون خلصنا اللي هي البلانينج سيستم ديفلوبمنت، ومنكمل بعديها مباشرة بالفيديو اللي وراه البلانينج تكنيكس. الله يعطيكم العافية.